السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الأسباني وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم الاثنين 4/12/2023 ونهاية الجولة 15 من الدوري الأسباني. قبل ما نتكلم عن نتائج مباريات الجولة كاملة وعن ترتيب الفرق اللي هو ترتيب الدوري وترتيب الهدافين، أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. متابعين الكرام، اليوم الاثنين 4/12/2023 مع نهاية الجولة 15 نادي سيلتا فيجو تعادل أمام نادي قادش 1-1. بدأت الجولة 15 يوم الجمعة 1/12/2023، لاس بالماس فاز على ختافي 2-0. يوم السبت 2/12/2023، جيرونا فازت على فالنسيا 2-1. أتلتيك بلباو فازت على رايو فايكانو 4-0. ريال مدريد فازت على غرناطة 2-0. أساسونا تعادلت أمام ريال سوسيداد 1-1. يوم الأحد 3/12/2023، مايوركا تعادلت أمام ديبورتيفو ألافيس 0-0. ألميريا تعادلت أمام ريال بيتيس 0-0. إشبيلية تعادلت أمام فياريال 1-1. وبرشلونة فازت على أتلتيكو مدريد 1-0. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف الآن على ترتيب فرق الدوري الأسباني ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. المركز الأول ريال مدريد 38 نقطة، جيرونا المركز الثاني 38 نقطة أيضا بفارق 8 أهداف. برشلونة المركز الثالث 34 نقطة، أتلتيكو مدريد المركز الرابع 31 نقطة ومؤجل له مباراة. أتلتيك بلباو المركز الخامس 28 نقطة، ريال سوسيداد المركز السادس 26 نقطة، ريال بيتيس المركز السابع 25 نقطة، لاس بالماس المركز الثامن 21 نقطة، ختافي المركز التاسع 19 نقطة، فالنسيا المركز التاسع مكرر 19 نقطة، رايو فايكانو المركز 11 19 نقطة، فياريال المركز 12 16 نقطة، ديبورتيفو ألافيز المركز 13 16 نقطة، أساسونا المركز 14 15 نقطة، إشبيلية المركز 15 13 نقطة، قادش مركز 16 12 نقطة، مايوركا المركز 17 11 نقطة، سيلتا فيجو المركز 18 9 نقاط، غرناطة المركز 19 7 نقاط، وألميريا المركز 20 والأخير 4 نقاط. متابعين الكرام، ترتيب الهدافين في المركز الأول جوب بلينغهام لاعب ريال مدريد سجل 11 هدف، المركز الثاني أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد 9 أهداف، والمركز الثالث بورخا مايورال لاعب ختافي 8 أهداف، والمركز الثالث مقرر جيراردو مورينو لاعب فياريال 8 أهداف أيضا، المركز الرابع أنتي بوديمير لاعب أساسونا 7 أهداف، وأرتم دوفبيج لاعب جيرونا، ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد، وخوركا غورسيتا لاعب أتلتيك بلباو، وهوجو دورو لاعب فالنسيا، وإنياكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو، وميكل أوريزابال لاعب ريال سوسيداد، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة. بما إن الجولة خلصت، خلينا نتعرف على ترتيب صناعة الأهداف. في المركز الأول أليخاندرو رودريغيز لاعب ريال صنع 5 أهداف، يتساوى معه ريكو لاعب ختافي، ونيكو ويليامز لاعب اتلتيك بلباو، وساول نيغويز لاعب اتلتيكو مدريد، وتوني كروس لاعب ريال مدريد، ويان كوتو لاعب جيرونا. المركز الثاني صنع 4 اهداف، ارتم دوفبيج لاعب جيرونا، واليكس جارسيا لاعب جيرونا، وياخو سباس لاعب سيلتا فيجو، ولارج رمضان لاعب الميريا، ولوكاس روبرتون لاعب الميريا، ويهان ترابو لاعب اتلتيك بلباو، ورودريجو لاعب ريال مدريد، وسافيو موريرا لاعب جيرونا. متابعين الكرام، اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.